السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شعب جزائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينا ديزات، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفضح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي حصة اليوم إن شاء الله حنتكلم على تتبعه لفيديو امس على بالماضي، وعلى كما قلنا راح له الانضباط وهربت له المجموعه. وقلت لكم لماذا بالماضي رفض المبيت في وهران خوفا من عدم تحكمه في المجموعه. جبنا لكم اليوم ادله اخرى عن ادم الناس، عن بن رحمه غادي نتكلموا عليها باش تعرفوا بلي قلنا لكم بلي كلامنا مش مفارق، كلامنا من حقيقه 100%. الناخب الوطني هربت له المجموعة بعد الإخفاق من الكاميرون، بعد اللاعبين تحققوا به ضعف شخصية الكوتش منذ حوالي سنة وشي حاجة، بعد الكان عرفوه من راحوا قال لكم تشوفوا بعد الكان بعد الكبدرة فيك تإليمينو بعد ساعة رفضوا كاباتهم وراحوا ليزيكيب تاعهم ولديارهم في ليترونجي. هنا تعرف بلي ما كانش، ما باوش يدخلوا الجزائر ويواسوا الجماهير الجزائرية بلي الكبدرة فيك راح تنى وكذا، نو تاك تاك تاك. والشعب مسكين مخلوع ما فهم والو، كاين ناس ما فهم والو غير تتبع، ولكن لازم يكون عندنا عقل وضمير خاوه، لازم 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 نتطوروا في المستوى تاعنا، ماشي اللي يجي نديروه لابروس. لازم نعرفوا باللي كل واحد عنده واجبات وعنده حقوق. هذا الناخب الوطني عنده 5 ملاير بارموا خاوتي، 160 مليون في النهار، وعنده 10 ملاير في العام تاع موبيليس، وامضج عقده بالجواز الفرنسي من كان لا جزائريه لا وطنيه. الوطنيه انا كي يقولوها لي في البوره ما نسمعش كاع بها، رديتو اللي يقول وانتو دي فلاجيني مجاهد، واللي ينتقد بالماضي وينتقد الفاسد تاع كوجي رديتو حالكي والاخر ربي يهديكم. هذا هو الهيشر، هذا ما هذا هو الورث اللي ورثناه مع بوتفليقه، هذا هو الورث، هذا السيستم، هذا ما سمعنا اللي يهدر ساق الحق يردو خاي الوطن. فوالا في سابقة تاريخية قبل ما نروحوا لبن رحمة وادم الناس، قلنا في سابقة تاريخية ايكيب تاع لي ناسيونال اون تاع ناسيونال دو تاع الفوت يروحوا يباتوا في لافي في الولايه يلعبوا فيها. كيف انت ليكيب ناسيونال لي زوتيل في الجزائر غير تغدكوا في الوهران غير طوب تاع لي طوب، ما طاووش يروحوا يباتوا تماك باسكو يعرفوهم باللي الناخب ما يطيقش يتحكم في المجموعه، واللي جوا يجيبوا حبابهم وكذا وكذا، كما صارت في مباراه نيجيريا وغينيا. اتحدى من يثبت العكس باللي ما كانتش فوضى في الاخر في الاوتيل، وما كانوش الفوق مجمعين في ليطاش فوقهم، الناس كانت كارية. وخلي البير بقطاه ما خوفي اعظم، انا ما عندناش هنا باش نسيتوا الاسماوات ولا لا، كل واحد ربي يسهل عليه. لقاو مدرب ضعيف بصح حتى جوا هذاك جوا صار كيما البو مع ولده، يلقى بوه ما يعيش ولده ما يمشي مربيه مليح، تلقى الولد دي في نورمال ويطيح قدام بوه نورمال. هذه هي 100%. جيت حقيقة سابقه تاريخيه اللي كنا صوت تروح في نهارها وتولي في نهارها، هذه عمرها ما صرات. هذه صرات غير مع نهار تاع الكونغو مساكين من بغا الطياره مع الايفنت. فوالا نروحوا اليوم ادم الناس واش قال. ادم الناس خرج لها طاي طاي بعد ما شتو اول امس صرافي عبود قال بلي امس عفوا في اول حصه التدريبيه انا ما هي هكا فوتوا لي باساج باسكو راني حال في هاد لي ماتش ما نحكي عليهم ما نشوفهم ما نحوس عليهم لا بوزيتيف لا بالنيجاتيف الله يسهل. قال بلي ادم الناس وكالكو جوار عندهم عراقيل من الانديه تاعهم وضغطوا عليهم باش ما يروحوش. ادم الناس هضرها طاي طاي في السيت تاع بيتي لي لواد، وندير لكم لو ليان تاع صالح بي عبود وندير لكم لو ليان تاع الاخر تاع هذا الانترفيو تاع ادم الناس، باسكو الناس يقول لكم لو كتبتها وحدك وعاد قال تاع ليان، قال لي انت كتبتها وحدك اللي نشوفوا لو ليان عطيتها لو ليان، قال لي لا تنسمع ادم الناس شي يقول بالفيديو اي تاشي تلعبي هذا بو تبريرة، هذا ما بو تبريرة عقليه تاع ابو اسبوع. فوالا شوف شو واش قال عدم الناس بعد من الاداء الباهر ومباراه شابين اللي درهم عليه باسكو راه فور الله يبارك با تكاليفا بك لاجيري بور لو بور لا كوب دي موند، والناس دوفي روجواند لو غروب دي فينيك بور عفوا بور لي دو ماتش اميكو مي دوفري ريستي او روبو. On a 13 ou 14 jours, 14 jours, on va, et on va travailler chacun de notre côté avec notre famille. Il y a des gens qui travaillent dans leur maison. Ils font des choses avec leur famille.
Je devais rejoindre l'Algérie pour des matchs en sélection, mais physiquement, j'étais difficile pour moi ces dernières semaines. Donc Paulo Fonseca a demandé à me laisser au repos. كنت عيان، قال لك ماذا بيا راه نتفرج راجل نروح نلعب مع الجزائر، قال لك اللياقه البدنيه والتعب بغيت نريح مع فاميلتي، ولونترينر قال لي ماذا بيك روح ريح، قال له اوكي انا ماذا بيا جات على قلبي ريح، كان قادر يقول له نلعب مع الجيري، بصح الاخر قال لك بلي عراقيل ونو نو نو، شو هو بغا يريح بغا يريح، سي بون قولوا بلي تركنا ادم والناس للراحه، ماشي انت ديرها في لاليس ما يقول لك انا عيان ما نجيش، ما عادش بليسي. حنا جوا ادم الناس ماهاش باغي يجي، ماهاش باغي يجي ادم الناس. تصريحات المهاجم المخضر الموهبه ادم الناس، الصحافه الفرنسيه تعطي الانطباع بان فضل الركون الى الراحه خلال فتره التوقف الدولي يشعر بالتعب والارهاق استجابه لطلب مدربه باولو فونسيكا، ولم يتعرض لاي ضغوطات بتاتا لحرمانه من القدوم الى الجزائر، غيابه حسب كلامه بمحض ارادته. سيبو قالها بمحض ارادتي، عندي وين ما عندي ما نزيد فيها انا هذه، اما كلها تفهمها لي المهم مدرب تغطى عليها، لا لا بديك اسكو ادم والناس على باله بلي هاد لونترينر ما غاديش يلعبه، جابه غير روتسوكر، ملي جا هو دايبه روتسوكر غادي يلعبه كونت فان مالي 20 مينوت تاك 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 وصاي هذا ما كان، ولا باله بلي غادي في نهار السيادي على لاعب محرز ودروك تحب ولا تكره، ادم والناس احسن من محرز اللي يبغي يبغيها ولا يبغيهاش ليس، ولكن ما يقدرش جابر ما يقدرش، ودريب هربت له صاي راه يلعب تخرشيف، ونروحوا للصوره الثانيه راكم تشوفوا فيها صاي ادم الناس كملها، نروحوا لا 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 البرحمه بالرحمه سبخ شعره من حقه جوالي سبخ شعره الله يسهل عليه، انا من نور ما بور موا، ولكن كانوا يقولوا بلي بالماضي ما يبغوش الشعار منا وجوار يخافوا منا طا 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 وجو ردوا شعرهم دوريجين ما كانش، قال لك انا ما يلعبني خاطر يعيط لي خاطر ما يعيطليش، الماتش باراج داه كوب دافريك مسكين شبعه بنك يلعبها غير هكا سي اون بان على بالها بلي بلاصه بلايلي انتوشابل صاي ما كانش اللي يحكي بلايلي شي كول الله يزيده. ايوا قال لك بلي انا نجي من بعد جاب ماتش باراج تاع كاميرون ما بقاش يلعبه، كون راح كوب دي موند كان قادر ما يديش كوب دي موند مسكين كونت كاليفينا نورمال ما يديش عادي، من بعد عاود الستاج اللي فات ما جابهش عاود الستاج هذا جابه، وعلى بالها بلي غادي يجيب بيروت سكر على بالها كيما ادم غادي يصرا كيما ادم والناس، كون ليكيب تكون ماشي ما كانش لي بليسير ما يلعبهاش كونت لا سويد، لا لعبه ربع ساعه عادي مينوت راه مليح نورمال، انا قلت لك ما غاديش نتفرجهم هاي هذا قال لك انا على نصبغ شعري كوب دي موند ما كاش يبغى ما يعيطليش ما يعيطليش، قال لك انا لا كوب دي موند ما كاش بالرحمه كوب دي مودو ما كانش نسبخ شعري نخليه يقول لي ما نسبغ يقول اخويا شعري مش يدير لي بعيد معايا ما نجيش سي بون نريح في داري نريح في ليكيب تاعي غايش تديني الادغال الافريقيه تهبلني كوت ديفوار مشاكل يقول لك هذا لونتين باقي لا عام طاقطا ولا عام طاقي يروح عاود يجي واحد جديد يعيط لي سي بون يقول لك يقول لك شوف راهم يديروا كيما يحبوا شو من واحد يتسنطح الباترون تاعه ولا واحد يتسنطح البوه ولا عفسه كيما هاك يا ضرب ما تضربني ما تضربنيش الله يسهل عليك ندير اللي في رايد يحوس لك على السبه باش يفحت لك هذه هي دروك عندها جوره ما يحوسوا على كالسبه يا ما تجيش تعيط لي خويا الله يسهل اي ماش ما يخرج لك صايب انت بغيت تهبلنا ودروك ما ينجمش باسكو ما راهش في بوزيسيون قويه ما عنده كومبيتيسيون كبيره ما عنده دي ماتش كبار ما عنده والو تعيط لي ما تعيطليش دير واش تحب كان عندهم الموتيفاسيون تاعهم هي كاس العالم دونك كاس العالم كوب دافريك لي زيكيب ما يبغوش يروحوها كانوا يخدموا مع كوب دافريك على جا كوب ديمون يبقوا 4 سنين كوب ديمون 4 سنين حيوميات يبقى هو ما يبقاش هو ما لا بالناش كاع شرع سري في الفوتبول كل شيء ممكن ليسونس هربت خاوتي وما عندي ما ندير لكم هربت وهذا ما غاديش يفيد الجزائر هاد لونتريلا والله الا راهم دخلها في حيط والايام بيناتنا تحية لكم خاوتي وانا ما نهضرش على هذا الماتش لا بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف لا في الايجاب ولا في السلب ما نتفرجهمش والله ما نتفرجهم ليش تريزيمي في بالي تحية لكم خاوتي انتو تي في لاجيري وكاسيو ان شاء الله باذن الله السلام عليكم.